بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بداية الأحداث ولا زال الكلام على ما وعد. بالنسبة يعني محاولة التشويه والتشهير اللي أنتم عارفينها كويس وعارفين أصحابها وعارفين رؤوسها اللي حاولت على مر الفترة الماضية المظلمة من أمورنا كلنا كمصريين أنها تشوه الصورة وتتهم زورا ومحتالا، الحمد لله ربنا كشف، الحمد لله ربنا أظهر الحق، الحمد لله في عز غيابهم حد اعتاد عليكم كلمة، حد اعتاد عليكم قول، حد قرب على حد من مصالحكم ومشاغلكم، حد اعتاد كلمة ربع كلمة لا يثبت ان احنا فعلا عندنا حاجة مش مظبوطة. ما هي الحمد لله ربنا زحى عن صدورنا الحمد لله. دي حاجة كويسة لينا اللي يظهر لنا حاجة كويسة احنا خايف عليها. الحمد لله رب العالمين الذين نحن نذين به الله سبحانه وتعالى ولازلنا نؤكد هذا المعنى واعلموا ان التسامح وان البر لدين ربنا مضمون لا يهمك عنك انت برؤون وتقصده لي ده امر من الله والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا امرنا بذلك ونحن على عهده باذن الله تبارك وتعالى نوفي موضوع البنت الاخير تميل عليه كانت بنت اسلمت لله عبد الله عبد الله وطوعيه وخطبه من نفسها ده واجب علينا نحن وده دين النبي صلى الله عليه وسلم وكان قالت انا غرر بي دلس علي ضعف علي لو بؤلست هجيبها لكم ده ولو عرضت نفسي لاي خط اتفقنا يا جماعه اتفقنا خلاص خلاص رحت بعت البنت اخونا الشيخ محمد رحمه الله خير جابها لي وجيت عربيه وقعدت في بالي بنتي الاتحاد ضغط عليه حتى عامل حتى عامل فلقيت البنت متردده وعمليه زي حب الشباب وطيش انت عارفه انه بصراحه والصدق مع بعض انه بحس الصدق امان يعني ترى برضه انت فكرت كويس وراجل نفسك وراجل في بيت كده محايد بعيد عن الولد ده عشان يبص ودي عنده اصلا شرعا لسه مش رباط بيت ولغايه بالليل كده كنت هديت وخدت قرارات عايز الاسلام كاسلام انا مكلف ان انا احميك وده دين واجب دين لي بعد الاسلام عايز اهلك يا بنتي اوديكي واتعالى على الاهل محدش يلمس بشرع المهم سيبناه وانا برضه اديها فرصه عشان الامانه فوجئت باتصالات تليفونات مشوا الناس طبعا مشكورين الناس اللي كانوا جايين فيهم ناس مهندسين ناس محترمين قدروا الموقف لو كده انت عداك العيب وانا هنروح خلاص انا معاد ان ابوها هيجينا ولو سمحت امها كمان قلت لها ما فيش مشكله امها تيجي بحيث ان انا نعرض عليهم طب وقالت انا عايز ارجع طب ما فيش مشكله لو قلت انا عايز ارجع فهم اعتبروا ان انا عندنا وانا عندي اربع بنات هخليها خمسه ما فيش مشكله في الموضوع ده خالص فوجئت بقى واحد مهندس هناك بس مش عارف اسمه هجيب اسمه يعني امجد امجد اتصل في التليفون بواحد من اهالينا المحترمين 21 واتكلم بلغه يعني فيها اثاره وتهديد ان انا هروح كلنا هروح بالقوه قلت له لا الكلام ده ليه وده عيب كمان عندهم كنت نص عينا ومتعصبين جدا وبفضل الله ولاش واحد يعني ليه كلمه وفي ثقه بينه وبين الناس ما كانش ينزل وكان يطلع بيها الصعيد ويمشوا ويشيلوا ازوا العربيه وحطوا الحاجه في العربيه فقلت استنوا كلمه خلاص استنوا استنوا مش عايزين نزل المهم ايه الكلمتين دول زعلوني في الحقيقه قلت للراجل هو كلمني حاج جميل انا كده عارف عيد الموضوع وهو بقى يفضل يروح هو اللي هو عايز يقول ايه يروح للناس والناس برضه نفس النظام بتاع التفسير وبعد كده حمامات دم وبعد كده ايه تقريبا ايوه برضه المهم ايه اهلها في الحقيقه يعني انصافا ناس طيبين ارتبطوا بالكلمه والمبدا اللي بينا ف
بلغهم الخبر ان انا طلعت الموضوع، فقالوا لي ايه اللي حصل؟ قلنا لهم حصل كده. قالوا لا الراجل ده متدخل على الموضوع، ما احنا ما قلناهوش ولا قلناه. فانا اتزاج لما انا رفعت ايدي قلت للصعيده خلاص تصرفوا وركبوا البنت في العربيه وكانوا حضراتكم رايحين للصعيده. قالوا احنا مستعدين احنا ماشيين واحنا عارفين ومعانا سلاح واللي يجي يجي. الكلام طبعا عاطف الناس انت عارف. المهم اتصل بيا لحد خميس او ثلاث اللي هو اصلا جاب الجماعه عندهم. قال لي لا الراجل ده مش من عندهم والناس على وعدهم، اذا كان هم جايين دلوقتي عايزين يجوا. قلت له يعني شو مالين الراجل ده يتكلم؟ قلت له على عيني وعلى راسي. قلت له اتصل الصعيده ما تعرفوش، قال لهم كملوا. تعالوا لي جاب لي امها وابوها لوحديهم جبنا البنت. قبل ما نجيبهم لها قلت لها بنتي لازالت الفرصه انك انت عايزه الاسلام انا تحت امرك وقلت لها بنتي خلاص. وفضل عن الله تاخد لك كل تعليقات وهم يمشوا متصرفين حسب اتفاقهم، مفيش حد هيتكلم كده. عايز ابوك وامك مفيش مشكله. فالبنت قالت لا انا صراحه انا عايز اروح الجيش. انا بعيد مشاكل وانا لسه الاسلام ما فكرتش فيه كويس، بس انا كنت بحب الولا وحاجه زي كده. وطيبات دلوقتي ما دخلتش في الاسلام. قالت لا ما دخلتش، انا عايز اروح الجيش احسن. ليه عايز تروح الجيش؟ قال عشان خايفه من ابوك. قلت لها لا انا هضمن لك ان محدش فيهم يمدلوا عليك. وان انا الناس المحترمين اللي جايبين لاهلك ناس محترمين وعند الكلمه وانا طيب انا خدمه كده ما تخليش كده. ابوه وامها اول ما شافوا بعض حضنوا بعض وانت عارف نظام العاطفه. قلت له وابوها اسمه عزمي، قلت له استاذ عزمي البنت دي لو مسيتها بحاجه هيبقى بيني وبينها الكلام جامد خالص. قال لي دي امانه لبنتي وبتاع وهطمنها الناس ضمنوه وخد بنته وخد باشا. هو ده اللي احنا بينا الحق. مش هنخلص مفيش مشكله في ربنا. في ايات حرفيه احداث فلفله وزعزعه الامن والشرطه. احنا زمن امبارح الناس اتصلوا بي وكلموني في الاول وقالوا احنا الشيخ شريف، وبعد كده اتصلوا بي قبل الشيخ شريف. قلت لهم انا بصراحه انا مشغول. ليه؟ اولا حل الموقف بطريقه فيها نوع من الحكمه ده هو ده اللي بيطلع الموقف ده من غير ما تتكعب. يعني في مشكله اي دنيا الشرع كله موجودين على عهد الشرع.
عايز يسيب الذي ما تعرفش غيره ولا يعتبر لحظه معالج